بيه. أمور مسلم أفندي. أمور ضي عيوني، أنا بخدمتك دائما. العفو معلمي، بس يا ترى وين بدنا نروح بهالكياس كلها؟ البركة صاروا 9 كياس ومن هون لآخر نهار بيصيروا 10. أمنتوا بالله على النهار العربي؟ كم مرة بدي عيد الحكي لحتى تفهموا؟ شبك اليوم مطرمخ وما عم بتجمع؟ ليش شو قلت لي معلمي؟ ولك قلت لك الكياس اللي فيها شعيش نامي بتاخذها على أميم حمام الشيخ زنقي، والكياس اللي فيها قطع خشب كبيرة بتاخذها لبيت حسني بيك الهايش، والباقي بتاخده على أبابية. أفهمت شو عم بحكي ولا عيد وفتي؟ لا ما في داعي معلم، هالمرة فهمت منيح. تشرب شاي معلمي؟ المنيحة بدها سؤال. من عيوني. يا الله، اهلين عم فيصل. مرحبا، على مهلك. على مهلك يا اهلا. اهلين عم فيصل، اهلا وسهلا. لك وينك يا رجل؟ صلي بعت لك كذا خبر مشان تجي تشرب شاي عندي. وينك؟ والله الحق معك، انا مقصر، بس كل ما بهم اجي لعندك بيجيني زبون وبيلهيني. والله اذا كان هيك انا ما عاد لي حكي بنوم. حاكم الواحد منا ما بيصدق امتى يحظى بزبون حتى يتمسك فيه بيديه ورجليه. لا ويا ريت هالزباين عم تشتري شي محرز. إيه الله وكيلك، بيفوت الزبون وبيجادلك ساعة وبيفاصلك ساعتين وبالاخير بيشتري بعشر ورقات وبيضير ظهره وبيمشي. هلا انت التاني ضروري تفتح دكان زرار وتنتنى. ولك اخي شو بدي ساوي؟ هاي المصلحة اللي خلف لي اياها الوالد. لا ويلي بغيظ اكتر انه انا بياع جملة، ومن قلة الحركة بالسوق عم بضطر بيع بالمفرق. خد على غلاظة بقى من هالزبونات. اخي لا تحملها كتير، ما بعد الضيق الا الفرج. لك وين الشاي يا مسلم؟ جاهزة معلم، جاهزة. وهي احلى كاستين شاي لاحلى معلمين. اي والله، يسلموا يا بضاي. تفضل معلم. يسلموا يسلموا. والله ما حدا مرتاح غير مسلم. ليش معلمين؟ قال ليش؟ قال لأنه عم يوصلك راتبك آخر الشهر على دوز بارا، إن كان في شغل ولا ما في شغل. إيه بس أنا بشتغل بالجمعية. ما اختلفنا، المهم أنك عم تقبض آخر الأسبوع. لا 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 لا، كسرتها. إيما إيما، ما هيك مزبوط ولا لا؟ مزبوط، والله يخلي لي معلمي أبو عرفان، لأنه لولا كانت كلاب الشوارع شحطتني شحط، وأنا بامن سالو معروف طول عمري. تسلم يا طيب تسلم، لك انت بتستاهل اكتر من هيك. ايه سيدي، شو رايك تتغدى عندي؟ حاكم انا رح موت من الجوع، عصافير بطني عم تزقزق. بس انا تركت الدكان ولازم. لا لا تعمل لي كاني ماني، الدنيا صارت الظهر وما فيها الشغل يمثل بعضه مثل ما عم تقول. صحيح، بس هلا صانعك اسعد بالدكان ولا مو بالدكان؟ لا بالدكان بالدكان. ايه خلص نتغدى سوا. سلام. مور معلم. روح لعند اللحام ابو حمدي، اقطع لي كيلو لحمه شقف وقيتين ليه، خليه يشويهم منيحه، وخاصه الليه بدي اياها مأمرة تعمير مثل جناح الدبور. لا توصي حريص معلم. وخليه يفرم لنا سلطه ناعمه ويشوي لنا كم راس بصل وبندوره. بتحب المتبل الباذنجان فيصل؟ والله اذا كان على اصوله. ايه واصبح جبنا صحن متبل وكتر عليه الزيت البلدي، وسناول لك كم رغيف سخنين من عند الفران ابو عبدو. على عيني وراسي. ولا تطول، ها مو منشان شي، بس انا جوعان كتير. معك حق، لانك ما افطرت على بكره. يلا تيسر. الله يا المسلم تحفي، خزيت العين عنه، مو مثل صانعي اسعد. ليش عم بيعذبك بالظاهر مو هيك؟ عم يعذبني وبس. ولك يخرب بيته، ما بتقدر تعتمد عليه بشي. لا وفوق هالشي لسانه صليط وجئر. الله وكيلك، كل زبوناتي عم يشتكوا من جفاصته. ومعلومة كل زبوناتي نسوان، أولت مبارح قلع زبونة من عندي. شو هالحكي؟ يخرب دياره ولك هاد باب رزق. الله وكيلك قلعة. قلت له ليش هيك عملت؟ قال لي معلمي هي جاية تقطع وقت مو وشة والشري. بعقل صانع مسلم، سلم الله يرضى عليه، مريحني كتير. يعني إذا أنا ما كنت موجود هو بينوب عني وبيستقبل الزبائن، بيقضي وبيمضي. صدقني يا ما في بيعات صايرة على إيده، ولهالسبب أنا ما بستغني عنه. لا ومو بس هيك، لما بدي شجرة حور صدقني هو اللي بتسوق ليها من الغوطة. أنا اللي كاسر إيدي ورجلي إنه هذا صانعي أمين كتير وعينه شبعانة. بتعرف أنت هالشغلة قديش مهمة بالنسبة إلنا؟ إيه طبعا، لك الأمانة أهم شغلة، ولهالسبب انا متحمله. دخيلك دخيلك يا معلمي، دخيلك خير. دخيلك خبيني يا معلمي، دخيلك شبك. شوفي شفت مي، شفت مي. انا بجيب له مي. شو شو بسم الله الرحمن الرحيم، حولك وحواليك. لك مسلم، لك شبك يا مسلم. خايف يا معلمي، خايف خايف. من شو خايف؟ قوم لشوف.
عينك ما تشوف اللي شفته يا معلمي، عينك ما تشوف اللي شفته يا معلمي. ولا يهمك مسلم، خذ اشرب لك كاسة. أنا بدي اشرب شيء معلمي يستر عرضك، خبيني بشيء قرني يستر عرضك يا ابو عرفان. لك القوط نفس، فهمني شو القصة، حدا هددك، حدا ضربك، لك باهل بحصه يا مسلم. معلمي انت مو بعتني حتى اجيب لحمة من السوق؟ ايه مزبوط صحيح. شو يعني؟ وانا ماشي بنص السوق ما شفت لك الا رجال منظره غريب وبخوف، وماشي وعم يطحش بين الناس مطاحشه، ومدري شلون بدون قصد طلقته بكتفي، قام وقف وطلع فيني تطليعه وعيونه عم تقدح شرار. عنصر مخابرات يعني؟ لا معلمي مو باين عليه هيك شيء نهائيا، لانه شعره كان اسود وغامق وطويل كتير، وشواربه تخان وكان لابس. المهم هلا شو سوى لك الزلمه؟ ضل عم يطلع فيني اكثر من دقيقه، ونظرته كانت كلها نظرات رعب، ما شفت هيك نظره بحياتي يا معلم، بحياتي ما شفتها بعيون بني ادم. هلا بالنظره صار فيك هيك؟ شو العلاقه المصدي؟ قسما بالله يا ابو فيصل، قسما بالله لو انت شايف تطليعته لكنت خريطت بارضك. شو جنيت انت؟ حدا بيرتعد من تطليعه يفتح حريصك شو تشتوش؟ صدقوني يا جماعة نظرة هالمخلوق فيها ريحة الموت والمقابر والتوابيت، حسيته عم يطلع فيني كأني واقف قدام مجرم أو قاتل أو سفاح، عيونه عم تشع شعب التهديد والغدر، وما صدقت إيه ما تخلص منه وانفض بريشي. هذا أكيد سخنان أو أكل ضربة شمس، لك عم بيلعي بلا طعمة ودوزانه مخربط تمام. بس السوق مغطى، لا في شمس ولا في قمر. شو رأيك دحو كفين خليه يصحى؟ لك شو كفين ما كفين، مالك شايفه مشليان شليان إيه ومو لاقيان نعرة؟ في بالعادة تجي هيك حالة؟ أبداً، عنده عقل بوجهه على البلد كله. مشان الله يا معلمي لا تمسخروا علي، اللي شفته ما حدا شافه، واللي ما دق المغراية ما بيعرف شو الحكاية. هلا أنت عم تمثل علينا ولا حابب تجنن حالك؟ اوعك ها، يلي بيمثل دور المجنون بجن عن حاله، هي عم فهمك ها؟ بقى لا تخلي عقلك من راسك يملص، إذا ملص خلص راحت عليك ورح تبقى بالعصفورية طول عمرك. والله يا ابو عرفان ما عم زل عليك بحرف، مشان الله خبروني خبروني بشي سنيفه تاكوني قبل ما يستدل هذا المخلوق على بطنه ويقتلني يا ابو عرفان. حاجتك بقى قوم وقف حاجة جنان. انا ماني مشتوك، هذا المخلوق بده يضل وراي حتى يقتلني، بهون عليك يا ابو عرفان روح من كيس حالي. ولك شو بتريد نعمل لك يعني؟ اذا بدك خبيك على سيفي بخبيك. لا 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 ما بدي اتخبى، بس بدي اطلب منك طلب صغير، وانا ما بنسى لك هالمعروف طول عمري يا ابو عرفان. شو الطلب بقى؟ عيرني حصانك وخليني اهرب برات الشام كلها بنوبك سوابي يا ابو عرفان. انا ما عندي مانع عيرك حصاني، ما بتفرق معي، بس لو بدك تهرب بدي اهرب لعند اهلي بحوش خان. ايه بس حوش خان بعيده، ايه ما بتوصل لها لبعد العشاء. ولو كان بدي ابعد عن المخلوق يا جماعة، صورته ما عم تفارقني ولا لحظة. هلا رجعنا لسيرة المخلوق، امنتوا بالله على القصة؟ والله ما بعرف ليش بقتلني، ما عملت له شيء يا جماعة ولا بعمري شفته. فعلا انت الزلمة ما عاد براسك ولا درهم عقل. ليش يا ابو عرفان؟ انه بس بدي افهم، شلون بدك تهرب من قدرك ومصيرك؟ يعني لو كان المخلوق ناوي يقتلك وعمرك لسه مو خالص، صدقني ما في قوة على وش الأرض بتسترجي تلمسك لمس، بقى ليش روحتك على حوش خان؟ أنا بعرف، المجنون يحكي وعقل يسمع. يا سيدي قولوا عني مجنون، مهستر، مختل، مضوع، قول اللي بدكم تقولوه، بس مشان الله عطيني حصانك يا أبو عرفان لحتى أهرب لحوش خان، على الأقل هنيك ما رح يقدر يلاقيني. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. سايرو أبو عرفان، سايرو، مالك شايف من خوفه رح يوقف قلبه؟ ماشي حارو خود الحصان وتكسر. لا حول ولا قوة إلا بالله ولله في خلقه شؤون. ايه شو بدنا نساوي هلا بقى؟ لازم نتغدى. شو مساوي؟ أنا رأيي أقطع اللحمة، تلت ساعة بكون عندك. ماشي الحال، أنا عم بستناك لا تتأخر. والله السلام عليكم. مع السلامة.
عفوا يا اخ، ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل، انا بالخدمة. مو حضرتك اللي بعتينك ترعب صانعي مسلم وتقتله وتاخد روحه؟ بالضبط، على ما يبدو حضرتك عرفتني. اي والله ما شاء الله كان سيماهم في وجوههم. بس للأسف أنا ما بقدر أخدمك بالوقت الحاضر، لكن أكيد رح يجي اليوم يلي رح أقدم لك فيه خدماتي. بس أنت اصبر علي شوي يا سيدي. تأكد تماما أنه أنا بغينى عنك وعن خدماتك، بقى اتركني مع جنب وانساني هلأ. خير، لكن شو بدك مني؟ بدي أسألك سؤال صغير أدرس الدبوس وبتمنى تجاوبني عليه بصراحة. هات لشوف، بس بعجلة إذا سمحت لأني مستعجل كتير، وقتي مو ملكي. إيه طبعا أكيد، وأنا مقدر هالشي. تفضلوا بسرعة إذا بتريد. بدي أعرف ليش حطيت دابك وداب صانعي مسلم وصرت تطلع فيه مثل اللي عم بيهدد التاني بالموت. المسكين إجا على الدكان أركيد وقلبه مقطوع من الرعبة، الله وكيلك صار مثل المجنون وكأنه شايف الموت بعيونه. بالعكس تماما، أنا لما طلعت بصانعك ما كان بعيوني أي معنى للتهديد، وبصراحة كانت نظراتي إلو نظرات تعجب واندهاش. تعجب واندهاش؟ ليش؟ لأني ما كنت متوقع شوف الظهر هون بالشام. أوف، وليش ما؟ لأنه عندي موعد معه اليوم المساء حتى أنهي المهمة المكلف فيها. هنيك؟ هنيك؟ وين يعني هنيك؟ بضيعته، بحوش خان.